السلام عليكم شاء الله. لا يوم نحن في مزيدنا واصلين في حملة تحسيس حول البوليو من عن الصيف لخمس سنوات، حتى اللي كبرائهم في التيران ماشي يأدوا تحسيس عملتها، ماشي يأدوا فاكسيناشا حول البوليو. بوليو هو مرض واحد خطير يجي من تركيا ولياكلنا. بوليو مولي يخش الدول الاخرى، يجي تخش المول الثاني، ياك سبب شاك انسان عنده فاكسيناشن من عند السيفر اي خمس سنوات. لان ايت الناس هون يجوا معنا يشاركوا، كانوا قلت نحاربوا مرتين قالوا بوليو. انا ايتو شاشر ايتو مولي ربو اسره وامهات جي كان يحاولوا معنا يدقوا ان شاء الله، كانوا يعدوا في وقت محدد انه هو منه ان شاء الله كان تكون مولي ما عندهم مشكله. لا هو السبب خشينا في التيرين على الفاكسيناشن ان شاء الله. عيت الناس هو كل شيء عنده صفر في خمس سنوات قد يأدي لي قطعة الشاشة، دقة الشاشة ان شاء الله كنت البوليو. والسلام.